اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي علشان اللي انتوا هتشوفوه لعيبه بتمشي من الاهلي شوفوها ماشيه ازاي. مهندس عادل استهل الحلقه انه شركه الكوره مع الكابتن محمود الخطيب بيوجهوا الشكر للعيبه اللي بتمشي من الاهلي وبينتهوا ان هم ينظموا احتفائيه تكريم وشكر ليهم تقديرا لعطائهم واخلاصهم للنادي، وانه اذا كانت الظروف حكمت والقايمه فرضت ان انت لازم أن يكون عندك 30 بس، فبالعكس انت بتستغنى عن عدد من ولادك وانت متضايق ان انت بتفرط فيهم. عشان كده هنشوف كلام كثير بعظمة لسانه ابدا لن يغيب لعيبة الأهلي أو ولاده حتى إن كانوا هيغيبوا، لكن الأهلي جواهم مش هيغيب. ومفيش أدلة على اللي أنتوا هتسمعوه. محمد محمود واحد من اللعيبة الموهوبة، الأهلي جابه تقريبا من وادي دجلة. كان من وادي دجلة. الأسوأ حظا في تاريخ الكرة المصرية. فأنتوا متخيلين ولد صغير بالموهبة دي يدوب لعب ماتش الناس بصت عليه فجأة جاله رباط صليبي. في تلت ساعة شموا موهبته. وعرفوها. جاله رباط صليبي. غاب سنة كافح وتعب، ولما رجع أول ما حط رجله وبدأ يلعب جاله رباط صليبي تاني في الرجل التانية. عشان يغيب الفترة دي كلها والأهلي يعيره علشان أملا في إن هو يستعيد مستواه، لكن اقتضت الضرورة إن أنت السنة دي مش هتقدر تحافظ على إعارته، لأنه كمان حتى اتحاد الكرة استكتر عليك فكرة الإعارة وراح محدد 7 لعيبة معارين فقط. عشان تكون مضطر تسيب محمد محمود اللي حقيقه حاجه واحده زعلته. نشوف هي ايه. زعلان؟ انا زعلان الصراحه. ليه؟ كنت زعلان ان انا عايز يعني النادي الاهلي طبعا خيره عليا ومساندني كتير ووقف جنبي كتير. فانا زعلان ان انا ما لحقتش حتى ارد الجميل، حتى والدي الله يرحمه يعني ربنا يرحمه ويحسن اليه. ربنا يرحم الجميع. كان بيقول لي قبل ما يتوفى ان لازم نرد الجميل للاهلي وللكابتن خطيب. نعم. انا ما لحقتش يا كابتن ارد الجميل حتى مش عارف جت ازاي، بس يعني كان نفسي بجد يعني ارد للنادي الاهلي حاجه من اللي كانوا بيعملوه معايا. انا بجد النادي واقف جنبي كتير قوي. قعدت اظن ما فيش نادي بيستحمل حد فتره زي دي. يعني ممكن ادي مثل صغير كده يا كابتن. اللي هو مثلا ام مثلا زي مثلا في حضانه ابنها بترضعه مثلا، فلو هي الولد عارف ان هو لما هيكبر كده كده عارف ان ده دي امه ودي دي كل دي، هي مش تقدر تقول له مثلا انت انا رضعتك وخلاص روح بقى انت شوف حياتك وكده. بس انا كان يعني زي المثل ده اللي هو عارف ان كده كده امه ربته ورضعته وكبرته، فكان حابب بس يشيلها بقى الفتره دي. انا كان نفسي بجد اشيل النادي الاهلي، وده كان حلم من احلامي. انا بجد بجد يا كابتن بحب النادي الاهلي قوي يا كابتن. واضح. وما كانش متخيلي خالص ان انا بجد امشي بالسرعه دي، لان كنت عارف الغلاوه هناك كانت عامله ازاي. يعني غلاوتك. غلاوتي انا. نعم. وان شاء الله اوعد ان في السنه الجايه ان شاء الله في اختلاف كبير يعني ان شاء الله. طيب. يعني انا قلت لكم ان الراجل ده من اكثر الناس اللي الجماهير تعلقت بيه. دخوله والطاقه الجميله اللي بيشعها وهو بيتكلم، حبه لتجربته مع الاهلي، سوء بخته النادر، موهبته اللافته من اول لمساته، تعاطف الناس معاه انه عايزينه يرجع بسرعه تاني. لكن انك تقعد سنتين متتاليه، تعرف لو كان بينهم حتى مده بينيه، يعني لو الاصابه دي وبينها وبين الاصابه دي 3 سنين ولا حاجه. ناس كتير جات لهم 2 صليبي بس لحقوا يلعبوا ويستردوا نفسهم مش ورا بعضه كده. يعني لضمت المواسم فأثرت حتى انه هو انه يقدر يستفيد من التمرين ازاي، ويقدر يرجع ازاي، ويقدر يركز ازاي، ويقدر خدت منه يعني او هتاخد. هو ابتدى شويه يبان انه خس وانه ابتدى محتاج مواسم اكتر او موسم تاني على الاقل. ما قدرتش تعيره وانت فسرتها. فكان الكلام
انت تعملوا نظام الشباب الصغير انك تعيره ولما تعوزه ترجعه ازاي وبتاع، ولا يبقى هو يعني مطلوق بقى؟ لا يعني هو سعد سمير ما ينفعش تقول له بقى انا اتحكم فيك تاني دلوقتي وتخليك بره النادي. فتركت لهم هذه الحريه، ولكن فكره تكريمهم لا، الكابتن خطيب متبنيها ومتلقفها، واحنا طبعا عارفين اهميتها. واهم بقى من طبعا التكريم ده هيحصل، لكن اهم من كده ان احنا عايزين نشوفهم في احلى صوره فنيه مع الانديه اللي هيروحوا، احلى صوره فنيه. شوفوا الكلام المهم ده الحقيقه، ده الكلام الابوي اللي بيتكلم المهندس عدلي. اللعيبه دي الاهلي خلاص ما عادش اللي يرجع منهم مرتبط بيهم، اكتر ناس هنبقى سعداء. الاهلي ما عادش مرتبط بحق استعادتهم، ولكن بروح الاب اكتر منه كمان المسؤول، السعاده هتكون كبيره انه ولادنا دول كمان الانديه اللي انت قالوا لها ينجحوا ويفيدوا انديتهم ويروحوا المنتخب كمان. لكن اتقال اصله محمد محمود زعلان، وهنا انا عايز اقول حاجه، لانه اكتر من حد كلمني انه في الاذاعه اعتقد احمد خيري صديقك العزيز الاستاذ طه الخطيب، وده راجل فلسطيني مصري ما بيسيبش الراديو همسه فزعلان جدا. قال لي في احمد خيري في برنامج اذاعه الصبح، سيبنا من ان الراجل زملكاوي او 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 هو حر في انتمائه، لكن انه يكون مكثف المساله في الترويج انه محمد محمود عنده مشكله، لانه قال ايه اكتشف انه الاهلي حاطط له ورقه في النص في العقد مضى عليها من غير ما يبقى عارف هي فيها ايه. بصوا فكره التشويه للاهلي واصله لفين، ان الاهلي هيخدع لاعب ويحط له ورقه في النص يمضي عليها، فيقول لك اكتشف انه الورقه ديت اسقطت حقه في المطالبه باي فلوس. انتوا متخيلين الكلام ده يتقال على الاهلي؟ الاهلي اللي عايز يكرم اللعيب لما يمشي هيضحك عليه ويزق له ورقه في النص؟ الكلام ده يتقال في برنامج في الاذاعه، في اذاعه مصريه، فيطلع محمد محمود يوضح حقيقه الورقه اللي اتضحك عليه بيها؟ نسمعه. تردد انه انت مضيت على بياض ولقيت في حاجات داخل العقد انت اتخضيت فيها، هل الكلام ده صحيح؟ يعني ليك فلوس او ليك مستحقات او ليك حاجه انت ما اخدتهاش؟ لا، انا يا كابتن انا مضيت على بياض. برضه سؤالي، ليك مستحقات ما اخدتهاش؟ لا لا خالص. لا يعني كل ما يتردد انك فوجئت بموضوع انه انا كنت ماضي على حاجات ولقيت ماليش مستحقات والنادي الاهلي اخد مني فلوس؟ لا 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 خالص خالص. لا خالص، النادي اداره محترمه واداره ما شفتش منها غير كل خير. و اللي بيخرج من نادي لما نادي بيستغنى عن لعيب دايما بيطلع منفعل وغاضب، يعني مش شايفك منفعل على النادي الاهلي. يعني لان انا كابتن بجد انا ما شفتش غير كل خير في النادي الاهلي فعلا، دي حقيقه. النادي واقف جنبي كتير في اصاباتي، ما كانوش حاطيني تحت اي ستريس تحت اي ضغط خالص خالص. اصل ده كلام ما يتقالش في الاهلي، يعني كلام ما يتقالش في الاهلي وعن النادي الاهلي. لان كل الناس اللي طلعت ما حدش اتكلم. النادي اللي يعالج جيلبرتو على حسابه هو مصاب في منتخب انجولا ويبعته مرتين ويتحمله، وجيلبرتو يشل الجميل انه ما يقول لهم ما يستدعوا له المنتخب بعد ما خاف، ادفعوا للاهلي الفلوس اللي صرفها عشان اجي العب، عشان انتوا باي حق بتطلبوني وانتوا ما عالجتونيش والاهلي عالجني، ولا وبعدين النهارده ارجع المنتخب من غير الاهلي ما ياخد حقه اللي صرفه عليا. هو ده نادي يتقال له انت